السلام عليكم. اليوم جيت نقدم معكم واحد الاكله ديال الرز، كتجي خفيفه واقتصاديه وزوينه، ان شاء الله تعجبكم. عندي هنا المقادير، عندي هنا الرز ربعة، وهنا عندي تقاطع ديال الدجاج، زلافه ديال المطيشه محكوكه لاصوص، عندي هنا بصله كبيره مقطعه ومشرده، توابل عندي هنا ربع معلقه ديال السكنجبير، ربع معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال الكمون، معلقه عامره صغيره ديال الخرقوم. هنا عندي التحميره وعندي الهريسه، عندي هنا قزبر ومعدنوس مقردين رقاق، وهنا عندي جوج دراس ديال الثومه مقطعين رقاق، الملحه، زيت العود مخلط مع زيت المائده. هذا الشيء اللي عندي، نبداو الطريقه ان شاء الله. بسم الله. بسم الله. غنديروا قطعه ديال الدجاج ملمين، غادي نزيد البصلة، غادي نخليهم شوية البصلة، غندير نص معلقة ديال الملحة، ثومة، غندير هنا القزبر ومعدنوس مقطعين، غنخلي هادشي كيتشحر مزيان، غندير الزيت. بسم الله. هنا عندي خمسة ديال المعالق، هذا الرز كيجي زوين وكيجي خفيف اقتصادي، ان شاء الله يعجبكم. غنزيد الهريسه، انا درت هنا معلقه صغيره، كل واحد اختيار ديالو شنو غيدير. غندير هنا التوابل، كنخليه كيتشحر مزيان حتى كتدخل داك العطريه في الدجاج. صاريت نديرو الدجاج، وكل واحد اللي بغى يدير الكفته اللي بغى يدير اللحم، كل واحد شنو ما بغى يدير. دابا هو كيتشحر، غادي ندير الرز. الرز راني غسلته وخليته كيقطع، ها هو الرز، ضروري خصو يتشحر مع هذا الدجاج والبصله بحال كتقليه.
تشحر مزيان عاد نرجع ندير المقادير الاخرى اللي مازال. دابا هو تشحر لي داك الرز مع داك القطعات. السر ديال هاد الرز ملي كيتشحر هنا مع الزيت والبصله وهاد التقاطع باش ما كيجيش معجن، هادشي علاش كنشحرو معاه مع هاد المقادير. دابا غنزيد داك لاصوص وهاديك التحميره هي كنديرها انا على حساب اللون باش ما ندير حتى حاجه اخرى، كندير التحميره حسن تعطينا اللون. دابا غادي ندير الماء، انا عيني ميزاني ولكن نتوما تقريبا تسيطرو غير حتى يتغطى هذا الرز صافي. الماء طايب، من الاحسن ديروا الماء سخون باش ما كتعطليش في الطياب ديالو، كتخليه 25 دقيقه صافي هو واجد معاك صافي. انا غير هكذا صافي غير كيتغطى لينا داك الرز صافي. غادي نخليه يطيب. هذا هو الطبق ديالنا النهائي، هانتوما شوفوا كي كيجي، كيجي زوين، طبق بنين وخفيف واقتصادي، ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. انا زينته بشويه ديال المعدنوس مقطع وان شاء الله يا ربي يعجبكم. كيف ما قلت لكم كل واحد اللي بغى يدير اللحم اللي بغى يدير الكفته، انا درت الدجاج وكل شيء كيجي زوين معاه، ان شاء الله يا ربي يعجبكم. شكرا للناس اللي كيتابعوني وكيشجعوني وخليتكم على خير.